مرة جديدة خلال أشهر قليلة يسجل إطلاق نار على السفارة الأمريكية في عوكر شرق العاصمة بيروت، ولكن هذه المرة بدوافع مختلفة، إذ تعرضت السفارة إلى هجوم من قبل مسلح أطلق من رشاشه النار على حراس الأمن في السفارة، ليتدخل بعد ذلك الجيش اللبناني المولج بحماية هذه المنطقة ويشتبك معه لمدة نصف ساعة. وبعد إصابته إصابة مباشرة في بطنه وقدمه، تمكنت مخابرات الجيش من التعرف على هوية مطلق الرصاص على السفارة، وهو مواطن سوري يدعى قيس فراج في منتصف العقد الثالث. فراج استقل حافلة وانطلق من بلدة مجد العنجر متوجها نحو عوكر، وعلى ظهره حقيبة صغيرة سوداء اللون وبداخلها سلاح حربي وعدد كبير من الذخائر. وحوالي الساعة 8:30 صباحا وبعد وصوله إلى عوكر، بدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي على مداخل السفارة، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف حراس الأمن في السفارة. لا لا عندي ما فيش رسمين السفارة وبسرعة تمكنت عناصر الجيش من توقيف مطلق النار بعد إصابته، فيما واصلت وحدات الجيش عملية تفتيش للبقاع المحيطة. السفارة الأمريكية لفتت إلى أنه بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والفريق الأمني في السفارة، أصبح فريقها والمنشآت التابعة لها آمنين، وأن السفارة على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف. وبعدما أصبح بقبضة الجيش نقل الفراج إلى المستشفى، حيث أجرت له عملية جراحية، وتنتظر الأجهزة الأمنية تحسن حالته الصحية للبدء باستجوابه. وعلى خلفية هجوم عوكر، طوقت مخابرات الجيش بمؤازرة من فوج تدخل السادس في الجيش العديد من البلدات البقاعية، وباشرت بمداهمة كل من منطقتي الصويري ومجد العنجر بغية إلقاء القبض على أفراد من عائلة المسلح. حتى الساعة لا تزال دوافع الهجوم مبهمة، ولكن علمت الجديد أنه بعد إصابة الفراج بالرصاص ونقله إلى المستشفى لم يكن فاقداً للوعي، وحاولت الأجهزة الأمنية الحصول على معلومات شخصية للتعرف على هويته الكاملة، إلا أنه ردد مرات عدة قبل أن يفقد وعيه نصرة لغزة. عملياً حمل الهجوم المسلح في طياته أبعاداً غير واضحة المعالم بعد، والكلمة هنا تبقى للجيش الذي سيحدد بعد اختتام التحقيقات ما إذا كان عملا فرديا أم تابعا لخلية نائمة قد تستيقظ فجأة بهدف زعزعة الأمن في لبنان.